سيبناكم في آخر حلقة يوم فات قبل حلف اليمين للحكومة الجديدة، أعلننا أسماء الوزراء اللي كان تم تأكيد استمرارهم أو دخولهم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. الحكومة حلفت اليمين يوم الأربعاء وهتقدم برنامجها لمجلس النواب الاثنين اللي جاي. مجلس أمناء الحوار الوطني استبق البيان باجتماع النهاردة عشان ينسق مع الحكومة في اللي تم تنفيذه من توصيات الحوار قبل كده، زي مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ، مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، والمجلس بيطالب بسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة وتنفيذ توصيات المحور الاقتصادي بالمواجهة العاجلة لحالة الغلاء وارتفاع الأسعار، وقانون إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.